الوفاء بمن بذل الجهد والعطاء. خير ما نبتدئ به هذا الحفل الكريم آيات بينات من التكر الحكيم الأستاذ عبد الصمد فاكر. من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. إذا كما كتعرفوا أنه هذا حفل تكريم الأساتذة المتقاعدين هو راه تقليد سنوي لدى جمعية الأساتذة التربية البدنية والرياضية ديتال ودانت. منذ سنوات الأساتذة دائما كيكرموا الزملاء ديالهم المتقاعدين. هاد السنة تم تكريم ديال واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي تقاعدوا في سنوات 2020 2021 و2022. هاد التكريم ديالهم تأخر نظرا لظروف الجائحة والفترة الانتقالية في مكتب الجمعية. وكذلك الجديد كاين هاد السنة هو أنه تم تكريم واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي انتقلوا من المديرية بعد ما قضوا فيها سنوات طويلة جدا، بحال مثلا السي عزيز قبلي والاستاذه حبيبه اي تعليل اللي قضوا 28 سنه من العمل داخل مديريه تارودانت. فلهذا الجمعيه كذلك فكرت انه قبل ما يغادروا المديريه الى مقرات عملهم الجديده انه يدار لهم واحد الحفل تكريم يليق بالمقام ديالهم بالانجازات ديالهم اللي حققوها داخل مديريه تارودانت. وان شاء الله في اخر هذه السنه كذلك سيحال واحد مجموعه من الاساتذه على التقاعد. كذلك الجمعيه راه بدات في الترتيبات ديال ان شاء الله ان باش تقد لهم واحد الحفل تكريمي كذلك كما قلنا باش نبقاو محافظين على التقليد السنوي ديال تكريم الاساتذه المتقاعدين داخل مديريه التربيه. اللهم صل على محمد عليه السلام. انا عبد ربك وقدرته يمون بلا
ولع لعب سيدي رسول الله. انا سيدي عندي طبيب هالجني بدواء قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. Yeah.